معانا مين من كفر الشيخ؟ استاذة حنان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. انا كنت مقدمة على كارد اديت له من 5 شهور. ايوه. ولسه ما صرفتش، فانا جريت على مصر الزراعية في الشريط انه بيسلموا دلوقتي اللي هي المرحلة الثانية. ايوه. طيب ما فيش، وانا رحت البنك والبنك قال لي ما فيش حاجة نزلت. حاضر، انت فين في كفر الشيخ؟ انا من دسوق. من دسوق. القرض باسمك انت؟ باسمي انا حنان ابراهيم. ماشي. عبد الجليل فرنان. تمام. انت عندك المساحه قد ايه بتاعت الحظيره؟ المساحه بتاعت الحظيره 250 متر. انت مربيه اساسا عندك؟ يعني انت اشتغلت في المشروع ده ولا دي اول مره؟ لا انا دي، انا عندي اصلا حظيره وانا عايزه اكبر المشروع. حلو قوي. عجوم عملوا عندك معاينه اداره الانتاج الحيواني؟ عملوا له معاينه والمعاينه مشت وقالوا لي قالوا لك بعتوا الورق. بعتوا الورق مصر. ايوه. ولسه ما جاش لغايه دلوقتي. طيب هتصرفي، وانا هكلم لك الدكتور طارق سليمان النهارده ومكتبه هيكلمك ونشوف ايه الاخبار، وسيبت رقمك علشان الاستاذ عزيز هيتابع معاكي، بس ان شاء الله هتصرفي، لان هو الصرف ابتدى بقاله 10 ايام فقط. طيب انا رحت البنك عندنا هناك في السوق واتصلت بكفر الشيخ برضك، ما قالوا له ما فيش حاجه نزل وما سمعناش حاجه لسه خالص. ده موضوع لازم نناقشه ونعرف يعني الردود على المربي ليه بتقلقه يا جماعه. ما كان في ايوه ماشي، ما فيش ما نستنذروش بقى خلاص، ما تعلقوش الناس، ما يعني قول له لا انت ضماناتك ما تكفيش. مع ان امبارح انا كلمت الدكتور طارق سليمان على الهوا، قال لي اللي هو اقل من 20 راس ده انا مش عايز منه غير ان هو يبقى عنده مكان، مش هساله على رخصه. انا بجيب له بحتاج ضامن لو هو ما بيعرفش القرايه والكتابه، علشان بس في عقد لازم هيقراه. لا يعني انا عامله عندي ضامن، عملت ضامن وعامل كل اتنين ضمان كمان، يعني عملت جبت اتنين ضمنوني طيب انت وعامله صرف ب 10 روس، يعني مش شيل الراس ولا حاجه. طيب ان شاء الله انا هتابع لك وان شاء الله هتصرفي، اطمني. انت في حمله تحصينات في الفتره دي، حصنتي ولا لا؟ حصنت. جولك لغايه عندك ولا ايه الاخبار؟ نعم. هم جم الحمله لغايه عندك ولا انت اللي رحتي؟ لا هم جم لغايه عندي وجم حصنوني هنا. رقمتي وسجلتي ولا لا؟ ورقمت وسجلت كل حاجه. دفعتي كام على الراس؟ 10 ونص. ده زي الفل. يلا ان شاء الله انا هطمنك قريب. بشكرك.